اسم إبراهيم عبد الحميد الكاديكي، من مدينة بنغازي ومواليد مدينة بنغازي. 86 رحت على تشاد بأمر من وأنا في العمل، بأمر من المنسق العسكري، إذا بتوقيف الراتب إذا لم تلتحق بالمعسكر. كنا أخذونا على تشاد، وجدت نفسي في تشاد في صحراء في بين جبال. حتى في شهر 12 86، عندما ألقى الرئيس حسين حبري خطاب بتحرير جميع المدن اللي محتلة من القوات الليبية، دخلت القوات الصديقة والقوات حسين حبري، قوات مع بعض. لما دخلوا مع بعض بدأوا بالرماية العشوائي المكثفة علينا وما كانش عندنا استعداد، ما كانش عندنا امداد، ما كانش عندنا اي شيء، حتى الدبابات اللي موجوده والاسلحه اللي موجوده قديمه ما ترميش، يعني حتى الرمايه ما ترميش. اخذنا يومين ونحن نمشي في الصحراء بدون ميه، ووجدنا حتى ناس ميته من العطش. بعد يومين تفاجأنا بالقوات التشاديه اللي هي حاصرتنا، اخذونا على السجن. السجن في منطقه فاده، وجدت حوالي 150، أغلبية مجروحين مضروبين، يعني ليبيين. في اللي مضروب بالضربة قوية ما لهش علاج، أخذوه على إطلاقة الرحمة وقتلوه أمامنا. يعني بعد مرور شهر ونحن في السجن، كانت الملاريا، كانت سوء تغذية، فكانت الناس تموت من المرض. إلى منتصف شهر سبتمبر بعد سقوط ومعطن الصرة، هي خروج القذافي بعدم وجود أسرى في حرب تشاد. ففي هذه الحالة عندما ينفي وجود أسرى وعدد هائل، يعني 1300 جندي ليبي، إذا ما فيش حرب في تشاد أين ذهبوا هذا؟ في يوم كنا داخل السجن، فتحوا الأبواب وقالوا لنا تخرجوا للساحة. لما خرجنا للساحة جاء اللي هو خليفة حفتر في ذلك الوقت عقيد ركن، وهو اللي قال سمعته أن القذافي أنكر وجود حرب مع تشاد وإلى آخره. وأنا بالنسبة لي أنا كخليفة حفتر انضميت إلى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، إلى المعارضة. ومن يريد منكم أن ينضم فبإذن الله حنكون جيش، حنكون معسكر، ومثل ما نكر وجودنا فنحن إن شاء الله حنتدرب تدريب جيد وحندخلوا إلى ليبيا إن شاء الله، يا أما منصورين ولا موتتنا في هذا السجن. انتقلنا إلى زائر، ومن زائر إلى كينيا، ومن كينيا اللي هو أمريكا الولايات المتحدة في 91، كانت أول مكالمة بعد. والأسف يعني لما أنا اتصلت ما عرفونيش أنا، لأن هم كانوا متوقعين أني أنا ممكن ميت، ممكن. فنتصل مرتين وكان مش مصدقيني أنا أني أنا أتكلم، نقول لهم أنا هو إبراهيم، فهم مش مصدقيني. الوالدة بنفسها ما صدقتش، يعني في ثالث مكالمة كان خالي موجود بالصدفة في البيت، ولما اتصلت هو كلمني، أعطيته في شيء كان بيني وبينه ما فيش حد يعلمه، فهناك قال صح هذا هو. يعني صعبة أنا يعني اليومين هذكين، يعني أول يوم وكل المكالمة ذكي وهم مش عارفيني، أنا نبكي طول اليوم لأن أهلي وما عرفونيش. بعثت صور مع بدون علم النظام، بعت صور، فوصلنا من الصور فتأكدوا أني هو أنا إبراهيم على قيد الحياة.